في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة والتي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 349 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 15 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 199 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 45 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 614 قطعة سلاح ناري أبرزها 69 بندقية و59 بندقية آلية و33 مسدساً و452 فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و85 خزينة إضافة ل924 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 366,391 حكماً قضائياً بإجمالي 28,353 متهماً، من بينهم 1,413 حكم جناية و129,809 حكم حبس و183,765 حكم غرامة و51,404 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 14 تشكيلاً عصابياً ضم 41 متهماً قاموا بارتكاب 57 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 61 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 91 متهماً، كما تم إعادة 6 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1351 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها أكثر من 175 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأكثر من 29,036 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت قرابة 84 كيلوغرام، إضافة إلى أكثر من 11 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 17,444 قرص مؤثر و80,237 قرصة ترامادول مخدر، كما تم إبادة 90 فدان منزرعة بنبات الخشخاش، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 152 مليون جنيه، وضبط 7 مراكز لعلاج الإدمان، كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها قرابة 10 ملايين جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.